حلقة النهاردة من دهك السنين عن دهك سنة 1972. محمد عوض كان متألق في السنة دي وقدم أكتر من فيلم، منهم جنون المراهقات بطولة نبيل عبيد، وكان معاهم النجم عبد المنعم مدبولي وناهد يسري ونبيل الهجرسي. الفيلم قصة وسيناريو وحوار فاروق صبري وإخراج تيسير عبود. نبويا خير يا نبويا؟ بتقول ايه؟ يا نهار مهبب على نفوخك ونفوخ اللي مشغلينك مشغلينها. ما هو انا شكري سرحان مع حسن يوسف ومحمد عوض في شياطين البحر بطولة الجميلة نيلي، ومعاهم يوسف فخر الدين والنجم محمد رضا. قصة وسيناريو وحوار عدل المولد وإخراج حسام الدين مصطفى. يا نهار اسود البوليس بوليس بوليس خباشويش خباشويش بوليس مالنا بقى ايه. برضو محمد عوض بيقدم في نفس السنة فيلم أزمة سكن، وكان معاه ميرفت أمين اللي يبدو إن الكوميديانات كانوا بيتخانقوا عليها، ومعاهم يوسف وهبي ومحمد رضا وعبد المنعم إبراهيم ومحمد شوقي. الفيلم تأليف فيصل ندى وإخراج حلمي رفلة. صباح الخير. كنت فين يا فندي؟ في الأرشيف. وكمان بتكذب؟ وفي نفس السنة الفيلم الجامد قوي أضواء المدينة، وتألق وإتقان من كل العناصر على رأسهم النجمة شادية بطولة أحمد مظهر وطابور طويل من العتاولة عبد المنعم إبراهيم وحسن مصطفى وإبراهيم سعفان والكوميديان القادم بقوة عادل إمام، وكمان سمير غانم وجورج سيدهم كانوا في الفيلم ده، وكمان نادية لطفي وأحمد رمزي ظهروا كضيوف شرف في الفيلم، وغيرهم كتير. الفيلم قصة وسيناريو وحوار علي الزرقاني، ده غير الأغاني الجامدة جدا واللي كانت للشاعر مرسي جميل عزيز والملحن العبقري بليغ حمدي، وكل الليلة دي لا تجتمع بالجمال ده إلا لو كان المخرج هو فطين عبد الوهاب. شرابي مدلدل ليه ما شتمتوش؟ أنا عارفة ليه ما ضربتوش؟ أنا عارفة وما وردوش وما كسرتوش وما دغدغتوش وما موتوش. صلاح ذو الفكار بيقدم فيلم برج العذراء في نفس السنة 1972 بطولة ناهد شريف، ومعاهم عادل إمام ولبلبة، وكان في الفيلم ده حسين إسماعيل وعبد الغني النجدي والسيد راضي وغيرهم. الفيلم قصة وسيناريو وحوار فاروق سعيد وإخراج محمود ذو الفكار. برج العذراء تنال تقدير رؤسائك وتحظى بعلاوة. سمعك؟ علاوة إلهام. منين العلاوة بس؟ انت مش واخد علاوتك من شهرين اتنين. عندك حق. فؤاد المهندس قرر يقدم فيلم عودة اخطر رجل في العالم، ونورت جنبه الجميلة ميرفت امين، ومعاهم سمير صبري وسلامة الياس وصلاح نظمي وسعاد حسين ووفيق فهمي. قصة وسيناريو وحوار انور عبد الله واخراج محمود فريد. يا مسكتي اوديك فين؟ مش عارف. تخش في الخدمة؟ خزنة ايه؟ دنيا حارة جدا. النجم محمد رضا قدم في نفس السنة فيلم عماشة في الادغال مع صفاء ابو السعود، وفؤاد المهندس واللي اتكتب قبل اسمه اشترك في البطولة، وكان معاهم نبيلة السيد وابراهيم سعفان وعبد السلام محمد وسيد زيان وصف الله مختار. الفيلم قصة وسيناريو وحوار عبد الرحمن شوقي وإخراج محمد سالم. ازيك يا شيخ حميزة؟ يا أهلا وسهلا، نورتوا الحتة وأصبح نظري لرؤياكم 6/6. من البيت للمدرسة في نفس السنة فيلم بطولة نجلاء فتحي ونور الشريف، ومعاهم النجم رشدي أباظة ومحمد رضا وغيرهم. تأليف عدل المولد وإخراج أحمد ضياء الدين. في حد يا راجل شق رقعه الصبح بقى الكشري؟ إيه بصبح. سنة 1972 شهدت فيلم استثنائي جدا، خلي بالك من زوزو للسندريلا سعاد حسني بطولة حسين فهمي، ومعاهم تحية كاريوكا والكوميديانات سمير غانم ونبيلة السيد والمطرب شفيق جلال ومحي اسماعيل ووحيد سيف وغيرهم كتير. نجاح الفيلم ده تاريخ، خلي بالك من زوزو سيناريو وحوار صلاح جاهين وقصة وإخراج حسن الإمام. أنا بعرف أغني وبقلد صباح، خد عندك البطاطا البطاطا يا عيني البطاطا وبعد كمان عبد الحليم حافظ من أول على قد الشوق لحد موعود موعود معايا بالله بالله العذاب ربنا ياخدك أنا وإنت. نروح للضحك في التلفزيون، هنلاقي مسلسل بنك القلق بطولة عبد المنعم إبراهيم ومعاه أبو بكر عزت
محمود المليجي وسناء جميل، تأليف الأديب الكبير توفيق الحكيم، وسيناريو وإخراج عبد القادر التلمساني. أصحاب العقول في راحة. بالعكس، أصحاب السخافة هم اللي في راحة. اسمع بقى من فضلك، مش عايز أي شتيمة أو تطويل لسان، أنا بحذرك. وأنت شأنك إيه؟ هل أنت سخيف؟ مسلسل أحلام شحاتة، بطولة جماعية من نجوم التلفزيون حسين الشربيني وأحمد توفيق، والكوميديانات سيف الله مختار ونبيل الهجرسي وفاروق نجيب وغيرهم. أنا كان مالي ومال الشهومية بس مش كان زماني دلوقتي رئيس حسابات جبان قد الدنيا. وكمان مسلسل صغير بطولة وداد حمدي وأحمد الجزيري اسمه أما حكاية. عامله لك فضلة خيرك بقى، سبانخ وشربة ومكرونه حكيم، انا عارفاك تحب تاكل خضار بالليل. ايوه، خصوصا السبانخ دي اصلها مليانه حديد. وبكده تكون خلصت رحلتنا مع ضحك سنه 1972، ونشوفكم مع ضحك سنه جديده وحلقه جديده من ضحك السنين.